حطيه على شعرك قبل العيد، شعرك هيبقى حرير. الوصفة دي سهلة وبسيطة بس ان شاء الله هتفرق معاكي جدا، هتخلي شعرك زي الحرير، هتخلي شعرك ما يتوقف عن التساقط، هيخلي شعرك زي الباروكة. الناس اللي شعرها ضعيف، الناس اللي شعرها متقصف، الناس اللي شعرها بيقع، تعالوا يا جماعة عملت لكم الوصفة الأقوى على الإطلاق. الوصفة دي رائعة، حلوة، مفيدة، بسيطة، مكوناتها أقل مما تتخيلوا. لو في عندك بنوتة شعرها ضعيف، لو في عندك بنوتة شعرها متقصف ومجعد، تعالي الوصفة دي علشانك. تعالوا نشوف عملنا الوصفة بتاعتنا إزاي، وصفة سهلة وبسيطة. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا بقولك بالله عليكي اشتركي في القناة واعملي لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين، واعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكل ما انزل وصفة جديدة توصل لك يا قمر. دمتم في امان الله، وتعالوا نشوف الوصفة بتاعتنا ونشوف عملناها ازاي. الوصفة بتاعتنا فظيعة، لازم تعمليها قبل العيد. الوصفة بتاعتنا سهلة وبسيطة. الناس اللي شعرها مجعد، الناس اللي عايزه تفرد شعرها، الناس اللي شعرها ضعيف، الناس اللي شعرها مقصف، الناس اللي شعرها بيتساقط، اي مشاكل في شعرك باذن الله وبفضل الله الوصفه دي هتحلهولك بنسبه كبيره جدا جدا. يلا كده نختصر الوقت ومش عايزه اطول عليكم، وكلكم مش فاضيين اليومين دول بقى وبتنضفوا على العيد، فيلا نشوف الوصفه بتاعتنا. اول حاجه معانا في الوصفه يا بنات هي بذور الكتان، وانا دايما بعتمد على بذور الكتان في اغلب الوصفات بتاعت الشعر لانه فعلا مفيد جدا جدا، مش للشعر بس يا بنات وكمان للبشره. فهننزل بحوالي معلقتين من بذور الكتان زي ما انتم شايفين كده، ودي المعلقه الثانيه. والحاجه الثانيه بقى، طبعا كلنا عارفين فوائد بذور الكتان والجيل اللي بيطلع من بذور الكتان فظيع، حلو جدا جدا. الناس اللي مجرباه عارفة، والناس اللي بصوا بقى لو مش عارفين فوائد بذور الكتان، انا لو قعدت احكي لكم كده على الفوائد بتاعته حقيقي مفيش وقت هيكفي، حلو قوي قوي للشعر، رائع. هاتوا بقى فوائد بذور الكتان وقرؤوها سواء للشعر او للبشرة من على النت او من على جوجل، وانتوا هتعرفوا فعلا قد ايه بذور الكتان مفيدة جدا للشعر. تمام يا بنات، تاني حاجة معانا هي الكركديه. الكركديه وهو ده شكله، عارفين سبحان الله جت، عارفين هو بيبقى شكله كده في الاول، ده ورق الكركديه، هو شكله كده يا بنات اكيد كلكم عارفينه. وهنحط حوالي معلقه كده، شايفين هو اصلا بيبقى كده، وبعدين بيشيلوا الورده دي وبيتخلصوا من دي، بس دي جايه لي كده عشان اوريها لكم سبحان الله. تمام كده، وده كان تمام. الكركديه بيعمل ايه بقى للشعر؟ بيلمع الشعر، بيغذي الشعر، بيدي الشعر لمعه حلوه جدا جدا. تمام يا بنات، يبقى احنا معانا بذور الكتان ومعانا كركديه، ومعانا ايه تاني بقى يا بنات؟ معانا اكليل الجبل، هنحط معلقه. يبقى معانا بذور الكتان، معانا كركديه، معانا اكليل الجبل. تمام، وهننزل بمج من الميه زي ما انتم شايفين كده عليهم كده، وهنرفع الكلام ده كله على النار حوالي 5 دقايق او لحد كده ايه ما بذور الكتان تطلع الجل اللي فيها، وناخد كل فوائد الحاجات اللي موجوده معانا دي، وهرجع لكم تاني ونشوف هنكمل وهنعمل ايه. شايفين يا بنات شكله على النار عامل ازاي؟ طبعا القوام بتاعه بدا يتقل، ولما يبرد كمان وتصفيه كده هتلاقيه بقى الجل بتاعه ظاهر جدا. طبعا هو لسه سخن جدا على النار زي ما انتم شايفين، فمش واضح قوي، بس طبعا الجل بتاعه بدا يطلع. هنسيبه كمان حوالي 2 3 دقايق كده، وهرجع اصفيه واوريكم بقى هنكمل ونعمل ايه. الوصفه بتاعتنا دي وصفه جباره وهتعجبكم جدا جدا، واحسن حاجه فيها كمان يا بنات ان هي موفره، وهتهتم بشعرك من غير مصاريف كتير ولا حاجات كتير. الوصفه بتاعتنا بسيطه ومكوناتها بسيطه جدا، هسيبها شويه لحد ما الجل يطلع تماما من بذور الكتان، وهرجع اوريكم هنعمل ايه يا بنات. تمام كده بنات، بعد حوالي 10 دقايق على النار، شايفين القوام عامل ازاي؟ طبعا هو الجل مش واضح قوي عشان لسه سخن جدا، هصفيه دلوقتي. وطبعا صفيه هو لسه سخن قبل ما يتقل علشان تقدري تاخدي منه اكبر كمية من الجل اللي طلع. طبعا لو برد مش هتعرفي تاخدي كل الجل اللي طلع، هتلاقيه صعب في التصفية، فافضل حاجة انك تصفيه على طول كده وهو لسه سخن. على طول كده هنجيب اي طبق عندك كده او اي صفاية،
اي صفايه تكون ناعمه كده يا بنات، عايزينها الفتحات بتاعتها صغيره جدا. وهنبتدي نصفي كل الكلام بتاعنا ده زي ما انتم شايفين كده، شايفين مجرد يعني لحظات بسيطه بدأ يجمد كده في الحله بتاعتي، فانا هحاول انزله كله. طبعا لما يبرد هتلاقوا القوام ده تقيل جدا، مش هيبقى جامد قوي يعني، بس هيبقى جل يعني، بقى جل واضح اكتر. تمام كده، وهبتدي اصفي كل الكلام بتاعي ده. انتوا بتعملوا عظمه حقيقي والله، يعني بتعملوا حاجه كده تحفه. هنضغط كده يا بنات علشان ناخد طبعا كل الفوائد اللي موجوده في كل المكونات بتاعتنا دي. لو عندك بنوته بقى، لو شعرها ناشف، لو شعرها مقصف على العيد، اعملي لها الوصفه دي وان شاء الله هتدعي لي. كل ما بتضغطي كده كل ما بينزل الحاجات اللي جواه. تمام خلاص، هسيبه كده على جنب، هحطه. بصوا بقى عشان يعني ما نخسرش حاجه، هحطه كده على الحله بتاعتي عشان لو نزل اي حاجه اخدها تاني. تمام، وصوره طبعا. المكون بتاعنا الاخير هو ايه يا بنات؟ المكون بتاعنا الاخير هو زيت جوز الهند. هتحط زيت جوز الهند، ويكون زيت نظيف كده يعني. انا طبعا بشتريه سايب كده من عند عطار، انا عارفاه، بيبقى عنده طبعا عبوات كبيرة، وانا باخد منها زي ما انا عايزة، بعشرين، بعشرة، بتلاتين، زي ما انا عايزة. بس طبعا انا واثقة فيه وعارفة طبعا ان الزيت بتاعه تمام. تمام يا بنات، هبتدي احط حوالي معلقة كده اهي. طبعا الجو حر وبدأ الزيوت تبقى طرية، زيوت اللي هي زيت جوز الهند من الحاجات اللي بتبقى متماسكة، بس طبعا احنا خلاص الجو حر جدا، فبدأ يبقى الحاجات مش ناشفة يعني. ومن الاساس يا بنات لما تيجوا تشتروا زيت جوز الهند وبالذات في الشتاء يعني، اكيد هتعرفي اكتر الفرق، بيبقى متماسك شويه شويه زي الفازلين، ما بيبقاش سايل زي كل الزيوت. تمام، هتقلبي كده وهتسيبيه لحد ما يبرد. هتستخدميه ازاي؟ هتستخدميه على شعرك، هتسيبيه حوالي ساعتين ونص. تمام، ساعتين ونص هتسيبيه على شعرك، ساعتين ونص هتحطي ده على شعرك وهتسيبيه ساعتين ونص، وبعدين هتغسليه وهتشوفي الفرق عامل ازاي في شعرك. المكونات دي بالرغم من انها بسيطة بس مفيدة بشكل هايل. بصوا بقى، بما اننا حاطين كركديه، خلوا بالكم بقى محدش يلبس طرحة فاتحة، محدش يروح ينام على مخدة فاتحة او الملاية عشان ما تبوظيهاش. تمام يا بنات، حطيها والبسي طرحة غامقة بقى، حطي البني اللي هو بتاع المسكوت الكلام ده، لكن ما تروحيش تنامي على المخدة، ولا تروحي مثلا تلبسي طرحة فاتحة عشان الكركديه زي ما انتم شايفين لونه عامل ازاي، فهيبقع وهيبقى صعب جدا. ماسك ده رائع هايل، طبعا هو لسه ما يبرد يا جماعه، كمان يا بنات شايفين هو اصلا بدأ يتماسك شوية، بس طبعا لما يبرد شوية هتشوفوا ان هو هيبقى متماسك جدا. الوصفة حلوة وسهلة وتستاهل منكم لايك يا جماعة، بالله عليكم اعملوا لايك. انا بشوف يعني ما شاء الله في مشاهدات كويسة جدا، بس الحقيقة انتم مقصرين معانا في اللايك. اللايك مش بيجيب لنا فلوس، بس اللايك ده تقدير منكم اولا لتعبنا، ثانيا بيرفع الفيديو لغيرك يشوفه، فطبعا بيحفزنا وخلينا عايزين نصور. فعلا الموضوع ده فيه احباط جدا، لما الفيديو بيقع احنا بنزعل جدا، لان الوقت الفيديو بياخد وقت وفكره ومجهود وحاجات، ويعني فعلا كل الناس اللي عندها قنوات على يوتيوب هتفهم انا بقول ايه. بالله عليكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس واعملوا لايك، وكل عام وانتم بخير، دمتم في امان الله ودمتم جمال ومتالقين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.